سلام القدس عليكم وإليكم أحبائي وأعزائي في هذه الحلقة الجديدة من منتدى سيف القدس 60 دقيقة مع ناصر قنديل. هذه الحلقة طبعا كما هي العادة ساعة نبدأ إلا قليلا في العرض التقديمي، وفي القسم الثاني نفتح باب النقاش الذي نأمل يعني أن نتمكن من ضبطه على حدود الساعة. القضايا المطروحة اليوم عناوينها معروفة، طبعا لدينا يعني تطورات الوضع اللبناني، المأزق الحكومي بعد اعتذار الحريري، التداعيات المتوقعة، موقف المقاومة والموقف المبدئي يعني الواجب في التعامل مع هذا الاستحقاق، خطاب القسم لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، أبعاده، معاني، أين يقع، كيف نقرأه، بمعنى الوضعين اللبناني والسوري هما الحاضران الآن. لكن يعني سأسمح لنفسي بأن أقارب هذين العنوانين من زوايا مختلفة تسهم فيما هو أبعد من مجرد فهم اللحظة ومقاربتها أو إبداء موقف. يعني عندما نحكي عن خطاب القسم للرئيس الأسد ما بعتقد رح يكون عندنا نقاش بين المع والضد في محاولة لاستقراء المعاني والأبعاد، لذلك أنا رح أسمح لحالي روح أبعد شوي في قراءة التجربتين اللبنانية والسورية اللي هني باعتقادي عم بيوفروا لكل مثقف في ساحة المقاومة، لكل حدا من المعنيين في شرح الموقف، في استيعابه، في رسم سياقاته، في خوض معركة الرأي العام، أن يفهم آليتين. هلأ نشرح التفاصيل، لاختبارين، لسلوكين، لمنهجين يتكاملان في صناعة موقف المقاومة في مواجهة مسألتي توزيع الموارد والقدرات على جبهات القتال وفي بناء الدولة، لأنه هو هن الاستعصائين اللي دائما كانت محاولة القوى المشروع الغربي وامتداداته في المنطقة أن تضع كل مشروع تحرري، كل مشروع نهضوي أمام هذين التحديين. كيف تستطيع أن تجمع مقدراتك وقواك لتخوض هاتين المعركتين معا، معركة المواجهة مع القوى الخارجية التي تستهدف إسقاط الجغرافيا والتاريخ والسيطرة على الموارد وفرض السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكيف تخوض معركة الداخل، معركة صناعة ميزان القوى اللازم لبناء يعني تماسك اجتماعي واستقرار أمني وأرضية سياسية ثابتة وسلطة سياسية مستقلة وتقديم خطة اقتصادية للنهوض والمواجهة والبناء. هذا التعقيد مش عنا فقط، هذا التعقيد اللي بيقرأ خطاب جواهر للنهرو في قمة دول عدم الانحياز بيلاقي هذا هو بالضبط. يعني لما بيشرح جواهر للنهرو للحاضرين اللي هم قادة يعني الدول، انه طيب كانت حركات تحرر وليدة ناشئة يعني تستعد لاستلام السلطة، بيقول لهم تعالوا اقول لكم ما الذي ينتظركم الان. الذي ينتظركم انكم من اجل البناء ستبحثون عن القروض، واصحاب القروض سيرتهنون موادكم الاولية، انكم غدا ستكتشفون ان الجبهة التي توحدت من اجل قتال المستعمر وخوض نضال الاستقلال سوف تتقاتل على من يستلم السلطة، سوف تدور نزاعات القبائل، سوف تتفتح جروح الأعراق والقوميات والطوائف وإلى آخره. بالتالي هذا المشهد مش جديد، هذا مشهد من الخمسينات، تجربة عبد الناصر، جمال عبد الناصر بكل ما فيها من بهاء ومن عظمة ومن إنجاز ومن أبعاد، يعني أصيبت عند هذا المفترق، أن تدير مسألة السلطة وكيف تدير مسألة السلطة وأن تدير خط المواجهة. نحن قدامنا نموذجين باهرين في الحقيقة في الإجابة بطريقتين مختلفتين عن هذين التحديين، وهي وهاتان التجربتان تتكاملان. يعني لما بنحكي مثلا أن أحد عناصر قوة المقاومة في لبنان هو ابتعادها عن استلام السلطة، لازم نقول أنه لم يكن ممكنا لهذه المقاومة أن تحقق النصر لا في أيار 2000 ولا في تموز 2006 لو لم تكن هناك حركة تحرر أخرى قد استلمت السلطة في إيران وقد استلمت السلطة في سوريا، يعني حركتان مختلفتان ووفرتا الإسناد والدعم والمؤازرة والشراكة والحماية والوقوف بكل الإمكانات والمقدرات التي أتاحت للمقاومة في لبنان تحقيق الانتصار. كذلك الأمر لما نحكي عن غزة وصمود غزة، ما فينا ننسى لا لبنان ولا سوريا ولا إيران، وبالتالي نحن ما بنعرض النماذج هون من قبيل التفاضل، يعني لنختار
ونقول إن هذا النموذج هو الأمثل، لا، لنقول إنه التكامل بين هذه النماذج هو الذي يصنع محور المقاومة وقوة محور المقاومة، وأن هذين النموذجين ينوجدان بصور مختلفة وبنسب مختلفة في هذا الجمع، في غزة، في اليمن، في إيران. إيران يمكن المكان الوحيد اللي بسبب السعة الجغرافية، سعة الموارد الاقتصادية، عدد السكان، الوجود في عمق آسيا بعيداً عن خطوط الاشتباك المباشرة مع الجبهات التي يملك فيها الغرب فائض قوة قادر على تغيير معادلات، أتاح لإيران أن تكون هي المركز، أن تكون هي من يذهب عميقاً في بناء دولة قادرة على الصمود، دولة اقتصاد مقاومة بكل ما تعني الكلمة، وأن تكون بذات الوقت دولة المقدرات العسكرية العالية، وأن تكون السند لكل الجبهات التي تقاتل في مواجهة المشاريع الخارجية والداخلية. هلأ بدي بلش أنا في موضوع سوريا وانتقل لموضوع لبنان. الخطاب اللي أدلى فيه الرئيس بشار الأسد بينقرى من عدة زوايا، طبعاً في الواحد يعمل عرض لأبرز ما في الخطاب، في يعمل وقوف أمام أبرز النقاط التي تناولها، لكن أنا بالنسبة لي ما أعتقد أنه جدير في الاستخلاص من خطاب القسم، هو نقطتان أساسيتان، بالتعبئة، بالمنهج، بالمفهوم، بأسلوب القيادة، من المهم التوقف أمامهما. النقطة الأولى هي إيجاد الخيط الرابط بين التاريخ والمستقبل، اللي هو مسألة غاية في الأهمية، الجواب عليها على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الأمم، اللي هو الهوية، الهوية اللي بتصير قضية بالآخر. هذا هو السؤال الأساسي والجوهري، لأنا بعتقد أن الرئيس الأسد أعطى نسبة كبيرة من الخطاب لشرح هذه النقاط، ليقول أنه بالآخر أنت موجود بالحياة، مظبوط، عم تأكل وعم تشرب وعم تقاتل من أجل توفير شروط معيشة عائلتك وشروط الأمان الاجتماعي الممكن، هذا دأب كل البشر، لكن السؤال ما الذي يعطي معنى لهذه الحياة خارج إطار مفهوم تحديد لهوية، لقضية، أنك أنت تحيا من أجلها، أنك تجد استقرارك فيها، آمالك فيها، مستقبل أبنائك فيها، وبدون تحديد المشتركات التي تتكون منها الهوية. وهون الموضوع ما هو اختياري، يعني هون مش أنت بتجي بتقول، لأنه البعض يتناول مسألة القوميات وتحديد الهوية القومية أو تحديد الحدود بين القوميات مجرد مسألة أكاديمية، أنه في يختلف عليها ويقول أنه هي حيث اللغة المشتركة والمصالح والمصير والمسار هذا، وفي يقول حيث هي الفواصل الجغرافية العالية. والرئيس الأسد وصل لمحل مختلف تماما، هو يتحدث هنا عن الهوية بصفتها قاعدة الجمع، أنه ما هو العنوان الذي يجمع أوسع نسبة من أبناء هذا المتحد الاجتماعي الجغرافي التاريخي، والذي يتسع للآخرين الذين لا يشتركون معه في تفاصيل المكونات. يعني مثلا إيران لما راحت على الهوية الإسلامية هي فعلت نفس الشيء، لأن إيران إذا ذهبت إلى الهوية القومية ستتشظى إلى 27 إثنية وعرقية وقومية ولغة ولسان، بينما الإسلام هو الهوية الجامعة وهو القضية التي يمكن أن تندرج من خلالها مفاهيم مقاربة إيران بأسلوبها، بتاريخها، بتراثها لقضية التحرر. اللي إجا عم بيقوله الرئيس الأسد أنه رؤية العروبة بصفتها ربطاً حصراً بالأصل العربي، يعني أصل النسل العربي وباللسان العربي، هو مقاربة خاطئة. مثل ما لما نحكي عن الإسلام أنه مثل بيقول المطران جورج خضر أنه كل مسيحي الشرق فيهم شيء من الإسلام، أنه العمق التاريخي لهذا الشرق هو عمق إسلامي لمسيحيه، لمسلميه، لكل، حتى لملحديه، شاء أم أبو، يعني جزء من البيئة الثقافية التي تشكلت منها ذاكرتهم الجمعية، والتي تشكلت منها قيمهم ومثلهم وسلم مقاربتهم للأخلاق، للحياة، لكثير من القضايا، للحزن، للفرح. يعني أنا أذكر بوحدة من المرات بيسألوا، يعني السيد هاني فحص الله يرحمه، لا مهدي عامل، قال له أنت إذا حضرت مجلس عاشورة فيك تمسك نفسك عن البكاء؟ فقال له لا، قال له مش لأنه الأمر إرادي، يعني أنه في نهاية المطاف نحن لا نستطيع أن نتحدث خارج إطار هذا التاريخ الذي تتشكل منه ما تسمى الذاكرة الجمعية.
يعني لما بنجي نحكي عن لبنان مثلا اليوم وبنقول انه بدنا نقول شو هي المشتركات بين اللبنانيين، تطلع المشتركات بين اللبنانيين اقل من ان تسمح بالحديث عن تشكيل هوية. انه بنحكي عن بعلبك، عن شو بنحكي؟ يعني القلعة، وبنحكي عن قلعة جبال، وبنحكي صدرنا الحرف، وبنحكي عن فيروز، بنحكي عن ما هي المشتركات في الذاكرة التاريخية؟ المقاربات كلها مختلفة، كلها بلا استثناء. يعني فخر الدين وين نحطه، شاء بشير وين نحطه، تاريخنا الحديث وتاريخنا القديم. وبالتالي عندما نتحدث عن العروبة نحن نتحدث عن شيء جامع، لا نتحدث عن العروبة بصفتها تحدي مثلا للذين يقولون بسوريا الطبيعية، ولا بصفتها تحدي للذين يقولون بهويتهم الما قبل عربية، يعني الذين جاءوا من أصول أخرى، أو ما بعد عربية الذين وفدوا حديثا وأصبحوا جزءا من البيئة السورية الراهنة. عندما يضع الرئيس الأسد عنوان العروبة، أصلا كل الهويات بلا استثناء أحد أهداف وضعها من قبل الشعوب ومن قبل قادتها ومن قبل أممها هو رسم الأهداف، أنه أنت على قاعدتها تحدد الأعداء وتحدد الأصدقاء وتحدد القضايا. اليوم الحديث عن هوية أوروبية ما هو شيء مخترع، يعني هو محاولة لإنشاء بيئة تجعل كل دولة من دول أوروبا أكثر قوة بالاستناد إلى الحجم الذي توفره لها المساحة الأوروبية والاقتصاد، بغض النظر أن هذا المشروع بينجح أو بيفشل. أنا عمول المشروع القومي دائما هو مشروع غير متحقق، يعني حتى ما حدا يتفلسف علينا ويقول أنه هو يجب أن يكون قائما. عندما يكون قائما الدول التي تشكل قضيتها ما هو قائم هي دول ستعود إلى الوراء ولن تتقدم إلى الأمام، لأن المشروع القومي هو مشروع يتقدم إلى الأمام، هو مشروع يحفزك للنضال، يحفزك للقتال، يشكل أساس في تقديم التضحيات، لأنه هو مراد، هو مرتجى، هو منى للتحقيق، وهو ليس واقعا قائما تدافع عنه. وبالتالي الهوية القومية عندما تقول إن العروبة هي الهوية، العروبة هي القضية، بصير إيه فلسطين إلى معنى، وبصير لبنان إلى معنى، وبصير العراق إلى معنى، وبصير مصر إلى معنى بالنسبة للسوري. وبالتالي بصير اللي بيقول مالنا ومال العروبة، الذي يقول مالنا ومال العروبة سيقول غدا مالنا ومال السورية أيضا، لأن الروابط التي تجمع السوريين تحت عنوان أنهم مجرد سوريون هي أقل من الروابط التي سيجدها مع أبناء طائفته ومذهبه أو قبيلته أو عرقه. وبالتالي الارتكاس ليس له قعر، بينما الصعود له قمة. وبالتالي عندما تضع قمة الصعود العروبة، وأنا بهالمعنى بعتقد أنه الرئيس الأسد ليواكب خطاباته منذ بداية الأزمة وحتى ما قبل الأزمة، هو يقيني، يعني يعيش في هذا الفكر، هو مش عم بيقدم، عم بيقول شو هو الخطاب المناسب لنخاطب فيه السوريين، هو يتحدث عن قناعاته اليقينية العميقة واللي بناها وكونها وترسمل بها وبنى على أساسها خططه واستراتيجياته ورؤاه لموقع الدولة في المشروع، لموقع المقاومة في المشروع، لموقع سوريا نفسها في هذا المشروع العروبي اللي يرى فيه مكانا لغير العرب، بل يرى أن غير العرب يزيدونه ثراء وقيمة وأهمية، لأنهم شهادة الحضارية للمشروع العروبي القادر على أن يتمثل كل هؤلاء وأن يكون التعبير الأبهع. يعني نحن بالتاريخ العربي لا بنحكي عن صلاح الدين الأيوبي، بيطلع واحد بيقول لك عم تتباهوا بواحد غير عربي، هذا مصدر فخر وقوة وليس مصدر ضعف. ولما بتقول له الخوارزمي بيقول لك وإنه هذا من وين، ما هي هو المشروع العربي الحضاري، أنه مشروع كل هؤلاء، أنه المشروع الذي وجد هؤلاء جميعا أنفسهم فيه. ما لقوا حاله، ما لقى حاله صلاح الدين الأيوبي أنه بيروح بجمع أهل كردستان وبيعمل فيهم أمة وبيعمل فيهم حرب وبيعمل فيهم هوية، وجد نفسه في القالب الحضاري للعربي الإسلامي اللي صعب فصله عن بعضه عندما يتحرك في هذا المدى الجغرافي العربي. العربي والإسلامي بينفصلوا عن بعض خارج المدى العربي الجغرافي، بصير في إسلامي بإيران ما هو عربي، بصير في إسلامي بأندونيسيا بتركيا منقيمه ومنناقشه على أساس بعده الاجتماعي وبعده الوطني وحجم المساحة التحررية التي يقدمها. بمنطقتنا العربي والإسلامي متداخلان تداخل زمانهما، يعني الألف عام اللي عم نحكي عنهم اللي ترسخت فيهم الحالة العربية كانت تترسخ في ظل تزاوج بينها وبين الإسلام.
بالتالي إعادة يعني التذكير بهذا المضمون، بهذه الهوية، له مهمة، مش فقط هو يقين وإيمان، ولا يمكن أن يكون إلا يقين وإيمان. يعني هو مش لعبة سياسية، هو مش اختيار سياسي، هو تعريف تاريخي لمضمون وظيفة وأداء على أساسه ترسم السياسات. هذا قطع مسافته بسهل كثير. ليش؟ لأنه بيقدم جواب على سؤال أساسي وحقيقي، أنه طيب سوريا تستطيع أن تعيش خارج عروبتها؟ أنا من باب المناقشة البراغماتية يعني السجالية أذكر يمكن عام 2004 كان عندي محاضرة بحلب بنقابة المحامين، وكان يعني مرتبة المحاضرة أصلاً بدعوة من نقابة المحامين وبمقر نقابة المحامين ليحضرها رهط كبير من المعارضين، ومنهم الذين نعرفهم الآن يعني رموز لما يسمى بالمعارضة وللثورة وسواء. وكانت الحرب يعني غزو العراق، نحن عم نحكي على كعبه يعني سنة بعد غزو العراق. فأنا كنت عم ناقش فكرة محددة مع يعني بسياق المحاضرة لأقول أنه سوريا دون سواها من الدول العربية هي تختصر هويتين، هي تقدم الدولة الوطنية للسوريين ومن حقهم أن يناضلوا لرفع سوية أدائها ومستوى حضورها ومعايير الحكم عليها لتقارب أعلى المستويات في العالم، وهي في الآن نفسه مركز النضال القومي. وأقول أن السوريين دون سواهم من العرب مطالبون وهم يقاربون مسألة دولتهم الوطنية السورية ألا ينسوا أنهم لا يملكون القدرة تحت شعار أنهم يريدون تحسين مستوى دولتهم الوطنية بأن يضربوا مكانتها كمركز للنضال القومي ويعرضوه للإيجار أو للبيع. وهذا ليس من قبيل النصح أو من قبيل التمني أو الرغبة من موقع قومي، هذا من باب المصلحة، لأن هناك نسبة لا يستهان بها من السوريين تؤمن بالقومية العربية، وهي كما أنتم مستعدون للنضال من أجل أن تكون الدولة السورية دولة مراعية لمعايير حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وسواها، هم مستعدون للموت من أجل أن تكون سوريا قلب العروبة النابض وأن لا تمس هويتها القومية ولا موقعها في الصراع القومي. لذلك إذا عم تفتشوا على صيغة واقعية، صيغة لا تقسم سوريا، صيغة لا تأخذ سوريا إلى التذابح والتقاتل، فالحل هو الإجابة على كيف نجمع سياسيا بين النضال من أجل رفع سوية الأداء في الدولة السورية من لمقاربتها لقضايا الإصلاح ومحاربة الفساد والحريات والديمقراطية، وهذا حق مشروع، بالتوازي مع عدم التفريط بأي مصدر من مصادر قوة سوريا كمركز للنضال القومي. وأنا أقترح عليكم ما يلي: أن الجمع بين هذين ممكن، وأن نقطة التقاطع بينهما هي الرئيس بشار الأسد. الرئيس بشار الأسد هو رمز موقع سوريا في النضال القومي، الصادق في النضال من أجل تحسين أداء الدولة السورية ومن أجل مقاربة القضايا الإصلاحية، يحيد الرئاسة بل يقول للرئيس نحن معك. وكانت المعارك على أوجه، كان كولين باول جاي وعامل إملاءات ورد الرئيس نحن نفتخر بأننا ننتمي إلى دولة يتجرأ رئيسها على تحدي الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دعم مقاومة شعبنا في العراق وعلى الوقوف إلى جانب مقاومة شعبنا في لبنان وعلى التمسك ببقاء قوى المقاومة الفلسطينية على الأرض السورية، هذا مصدر فخرنا واعتزازنا. لكن يا سيادة الرئيس اسمح لنا، نحن نختلف مع الحزب مع الحكومة في قضايا الداخل، سنقاتل في وجهها وسنناضل من أجل رفع أدائها ومستواها ونأمل أن تكون أنت في صفنا. قلت لهم أنا بقولكم سلفا هو يتقدمكم وليس فقط في صفكم. الذي كشفته الحرب على سوريا أنه فجأة كل الذين كان يقال عنهم أنهم رموز للفساد وأن المعارضة تقف ضد الرئيس بتهمة أنه يسكت عنهم، مجرد أن استقطبهم المشروع الخارجي صاروا رموز في المعارضة وقادة في المعارضة، وصارت المشكلة بالرئيس الذي لا يستطيع أحد أن يقول
سببا فعليا جوهريا لمشكلته معه على المستوى الداخلي، في المعركة ضد الفساد، في معارك الإصلاح، في الدعوة، حتى في قلب الأزمة في سوريا. أنا أذكر واحدة من النقاشات اللي صارت بالواسطة مش بالمباشر مع برهان غليون، لما الرئيس حكي على منبر جامعة دمشق عن دعوة لهيئة تأسيسية منتخبة، إذا بتذكروا قال المعارضة، بعض المعارضة أو كثير من قادة المعارضة يتحدثون عن دستور جديد، عن إلغاء المادة الثامنة، والبعض يقول عن دستور جديد، وأنا أقول أفضل دستور جديد، والوصول إلى دستور جديد ربما يحتاج إلى هيئة تأسيسية منتخبة. أنا عندي صديق مشترك، يعني هو صهري جوز أختي، عنده دار نشر تنشر كانت يعني لمحمد أركون وللكثيرين من المقيمين في الخارج من الكتاب العرب، وهذا وله، فبيقول لي عتبان عليك برهان، وأنه كنا متوقعين أنت المناضل القوبي الكذا، ما عنده مصالح وما عنده حسابات أن تقف إلى، قلت له عظيم بلا ما بدي جادل أنا وياه، قل له الرئيس الأسد طرح هذا الطرح، يتفضل يقول نحن جاهزون يا سيادة الرئيس، أنت قلت كذا، نحن نمد اليد من أجل إيجاد صيغة لهيئة تأسيسية منتخبة تضع دستورا جديدا للبلاد، وننهي كل هذه الأزمة، وندعو إلى وقف كل أشكال التحركات لمدة 3 شهور حتى تكتمل هذه الصورة، ومقابلها نطلب عفوا عاما و و و و إلى آخره. تعرفوا شو إجاني الجواب؟ إجا الجواب بدك إياني يطلعوني عميل، يتهموني أنه أنا عميل للنظام. عندما يكون سقف عقل من يسمون أنفسهم مفكرين ومثقفين وفلاسفة وقادة رأي عام، هذا هو، ويكون عقل الرئيس في التحدث عن الموقع القومي لسوريا، عن عروبة سوريا، عن الإصلاح، عن الاستعداد لإعادة هيكلة الدولة. أنا أذكر معي شخصيا في كثير من المرات كان الرئيس يعني يسأل هل هناك أحد القامات اللامعة التي تسنى لك أن تتواصل معها وأنا لا أعرفها، لأنني أريد أن أبحث عن كل من هم قادرون مهيئون يملكون تجارب ومقدرات فكرية للدفع بسوريا إلى الأمام، لأن هذا هو الهاجس. وحكى لي كيف غير بالقسم العشر سنوات الأول 20 شخص جدد من مؤسسات دولية سوريون لامعون في الخارج، جاء بهم إلى الوزارة على أمل أن هذا يعطي دفعا لعملية الإصلاح. هذا هاجسه، لكن تحت سقف العروبة وفي قلب معه موقع سوريا في القضية القومية. وأنا أعتقد أن هذا عامل أساسي يجب أن نقارب به، لأنه هلأ الندب واللطم على الموضوع الاقتصادي بلبنان وبسوريا وبكل مناطق وبلدان محور المقاومة. أنا يعني أعترف وأقر بأنه نعم الوضع قاسي والوضع ضاغط، لكن أنا أطرح سؤال على كل الذين يحاولون أن يفشلوا ويهونوا ويشككوا بصدقية أسلوب قادة المقاومة في متابعة ومواكبة هذه المسألة. أنا بدي أطرح سؤال، شو البديل اللي عم تدعو له أنتم؟ شو البديل؟ أنه هلأ إذا راحوا السوريين، إذا قال الرئيس بشار الأسد يا خي صرخنا تعبنا من العقوبات، قبلنا، شو مطلبكم لتخففوا العقوبات؟ حدا عنده شك أنه في اللحظة التي تعلن سوريا أو تظهر سوريا أو تبدو على سوريا مؤشرات التعب مش الاستعداد للتنازل، ستزداد العقوبات وتزداد الضغوط، لأن هذا الأسلوب يكون قد أثبت جدواه، وبصير هو إيدا اللي بتوجعها اللي بياخدوها فيها على توقيع الصلح مع إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل. رامسفيلد عمل معادلة في الحرب على العراق وعلى أفغانستان، ثبت سقوطها سقوطا مدويا لكن ثبت عكسها، معادلت ما لا تحسمه القوة يحسمه المزيد من القوة، انتهت إلى غير رجعة. لماذا؟ لأنه في وجهها كانت معادلة، ما لا يحققه الصمود يحققه المزيد من الصمود، ها هي المعادلة. نعم عم نجوع، نعم عم نتعب، بس ما حدا يقول لي الناس عم بتموت، في معاناة هائلة. نحن هلأ المازوت والمولدات عم يتغير نمط حياتنا كله، الأدوية وأسعار الأدوية، الأكلاف المعيشية، التنقل بالتاكسي، قطعاً قطعاً أنه نحن يمكن عم نعيش ظروف بالسبعينات كانت ظروفنا أفضل، لكن في نهاية المطاف ما هي الخيارات؟ يعني أولاً الأزمات في لبنان وفي سوريا بنسبة كبيرة منها، لنكون واضحين، ولا بنيجي بحكي بكمل بعد يعني الاستقطاع أو الاستطراد، نكمل على خطاب الرئيس،
لولا سرقة المليارات اللي تمت بلبنان واللي طالت سوريا ولبنان بالوقت نفسه، كان حجم تراكم الثروة المتاح استثماره من أجل مواجهة الأزمات كفيل بمواجهتها. أدنى الأرقام، الرئيس حكي عن 40 ل 60 مليار من الودائع السورية طارت أو سرقت في لبنان. الأرقام حاطين لي اليوم بالشرق الأوسط أنه مصدر مصرفي لبناني بيقول 7 مليار، بلنا 7 مليار. هلأ المحطة التي سيقوم الصينيون بإنشائها للطاقة الشمسية في بادية الشام، والتي ستغذي سوريا ب 20,000 ميجاوات، بتكلف 7 مليار. حل أزمة الكهرباء بكل سوريا، ويمكن يبقى فائض لتصديره إلى لبنان. بلبنان خلينا نقول الأموال اللي طارت لحالها اللي كان احتياطي البنك المركزي، هو بيقول كان معه 30 مليار دولار احتياطي، مش احتياطي إلزامي تعول الودائع، هو اللي اشترى فيهن دولارات من السوق ما بين ليرات لبنانية وطابعها، بس ليسحب سيولة الدولار، بيسحب السيولة لما ينزل الدولار وبيرجع بكب الدولار لما يطلع سعر الدولار. ما هي اللعبة اللي كانت كل الحياة اللبنانية الاقتصادية قائمة عليها؟ لو أحسن استثمار هذه الثروات، نحن كان عندنا أزمات اليوم، وبالتالي ما حدا يجي يأخذ هالمواضيع بغير اتجاهها الصحيح. اتجاهها الصحيح هو أن السرقة والتبديد والهدر والفساد الذي لحق باستثمار هذا التراكم من الثروات هو الذي أودى بنا إلى هنا، مش المقاومة أخذتنا لهون، ولا صمود سوريا وثبات سوريا. القطاع الخاص بسوريا اللي هرب من أول ثلاث أرباعه هرب، مش كله عم نحكي لأنه كله باقي وعم بيكمل وفي شيء جديد عم يجي، لكن الذي توهم أن الدولة تسقط وأن سوريا انتهت وهرب مصرياته على لبنان وإجا صار يقعد ويعيش ويصرف بلبنان ومبسوط وبنوك لبنان، وهذا عنده 100 مليون و200 مليون تخبز بالفراح راحوا، ومثله اللي إجا ما بده يحطهم بسوريا لأنه الدولة متشددة. دخلكم طارة الودائع بسوريا اليوم على كل علات النظام المصرفي في سوريا، مش أكثر أمانا من النظام المصرفي بلبنان؟ طيب بالمقابل هو اللي إجوا حطوا مصرياتهم إنه هيك بتاجر فيهم أنا، وين إني مثل ما قال سمحت السيد لازم يشكرونا اللي تهددوا بالعقوبات بسببنا وهن ما خصهم، لأنه مجرد تهديدهم فراحوا اضطروا يصفوا حساباتهم بالبنوك ويأخذوا ثرواتهم قبل ما تنسرق. يعني اللي كان عنده 10 و20 و30 مليون دولار وملاحقينه أنه أنت مشبوه بأنك قريب من حزب الله، تعا سكر حسابك، إجا سكر حسابه وأخذ مصرياته، ويمكن جزء منهم عمل فيها مشاريع هي الآن يعني واقفة على قدميها وتنتج وتشتغل وتعمل. فإذا القسم الأول اللي له علاقة مسألة الهوية ما حدا يحملها تبعات المعاناة وما حدا ينطلق منها لحتى يبني نظريات بتقول انه هذه كلها ما جابت شيء وهذه كلها هي سبب البلد. طيب هاي مصر يا سيدي، مصر التي يفترض ان تكون علاقتها بامريكا متقدمة عن كل العرب الاخرين، باعتبار هلا في ازمة بين السعودية وامريكا تحت عنوان الخاشقجي ومحمد بن سلمان. نحمت مصر من اثيوبيا؟ اليست مهددة الان بالعطش؟ فما يعني إذا خلينا نحط الأمور محل ما هي. التنازل في الهوية لا يمكن أن يقدم شعورا بالأمان والاستقرار ويخفف من المعاناة. هذا فيه أسباب داخلية أكيد للمعاناة وللأزمات، مش عم نقول لا، بس مش الهوية، مش التمسك بالهوية وبالقضية، سوء الإدارة، سوء الأداء، الفساد، الهدر، الفشل والإخفاق في إدارة الموارد، غياب الخطة، عدم امتلاك قواعد وافية في فهم المعادلات الاقتصادية، هذا أمر ثاني، هذا أمر مختلف. وتجربة عبد الناصر في قسمها الأول بتقول، وتجربة الرئيس حافظ الأسد في سوريا بتقول، أنه لما بتتبع خطة بالحد الأدنى من المعقولية توفر تراكماً رأسمالياً جيداً للدولة، توفر بنى تحتية عالية الكفاءة والأداء. كل الناس كانت تعرف أنه سوريا كانت تتمتع بأفضل خدمة كهرباء وطرقات وهاتف وسواها إلى أصغر قرية وأصغر دسكرة، وتؤمن الخبز وتؤمن الاكتفاء الغذائي وتؤمن الأمن وتؤمن الاستقرار. تجارب الدولة الوطنية تقول على الأقل في النموذجين السوري والمصري، مصري عم بقصد مرحلة عبد الناصر الذهبية قبل 67، أن هذا ممكن، وبالتالي لم تكن الهوية عائقاً.
بدأت المشكلة من مصدرين: تحول الغرب إلى اليقين من فشل قوته العسكرية وعجزه عن حسم الصراع بالقوة، فالتجأ إلى التجويع وإلى العقوبات والحصار التي لم تكن بتلك الصيغة في زمن من الأزمنة الماضية. والعامل الثاني: دخول القوى الاقتصادية الجديدة التي أنتجتها العولمة بثقافتها الاستهلاكية وبنمط استثماراتها الريعي على خط التخريب الواعي أو غير الواعي لاقتصادات دولنا ومجتمعاتنا. هؤلاء العاملين وسقف هذين العاملين وجود نماذج سياسية رثة تمثل هذين البعدين في بنى الدولة والسلطة بسوريا بقلب الوزارات والإدارات والهدى، وبلبنان من القمة انت ونازل. وبالتالي إعادة رد الاعتبار لموقع القضية وموقع الهوية كعنصر إلهام وعنصر وحدة وعنصر جمع وعنصر دفع هو أمر غاية في الأهمية، لأنه بلا الناس ما بتصمد، يعني الناس بدها سبب لحتى تضحي من أجله، ولم تضحي أصلاً في سوريا لأن الوضع كان منيح والكهرباء كانت منيحة، لأن هناك هوية وهناك قضية. ومكانة الهوية والقضية هون فلسطين، المقاومة، مواجهة المخاطر. أنا رأيي هذا القسم الأول، حتى لو هو كمل لآخر الخطاب، بس هذا هو الجوهر الأول في الخطاب. الجوهر الثاني وأنا بعتبره غاية في الأهمية، أنه الرئيس الأسد عم بيقول للسوريين: الأصعب أصبح وراءنا، الأصعب بكل شيء. خطر حرب خارجية ما بقى فيه، خطر عودة الإرهاب بقوته التي كان عليها ولا خطر تقسيم ما في، نحن موجودين، هذا معنى كلامه واضح، ما في خطر تفوق عسكري آخر للقوى المعادية، بالعكس هو عم يحكي عم نعطي مهل لمزيد من السياسة، مش أنه نحن قلقون من المشاريع الأخرى التي تهدد بأن تجتاح وبأن تتقدم وعلينا أن نكون بأعلى درجات الجاهزية. وسبق أن قال هذا عندما كان هذا هو طابع التحدي، هو الآن يقول هذا انتهى، الأسوأ أصبح وراءنا، حروب أهلية وتفتيت وفتن وتقسيم وضياع الوحدة والسيادة ولدى، هذا أصبح وراءنا، لم يعد هناك خطر وجودي يتهدد سوريا، الأمن والاستقرار في النسبة الغالبة من الأراضي السورية لم يعد هماً من الهموم. بالمقابل على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، الودائع اللي راحت راحت، العقوبات ونتائجها بلغت السقف، المعاناة في الكهرباء وفي المحروقات وفي الغذاء وفي فرص العمل، ما كان عليه الوضع حتى الأمس هو أصعب ما يمكن أن يكون، ونحن بدأنا البناء. وأنا أعتبر أن هذا إعلان لطبيعة المرحلة القادمة، بدأنا البناء سياسياً وعسكرياً من أجل إنهاء الاحتلال وإعادة جمع كل الجغرافيا السورية تحت راية دولتها، والاستعداد لإعلاء شأن قضية الجولان بصفتها قضية السوريين الأولى، هذا بالسياسة واضح لا لبس فيه. بتحديد البناء الآن نعد قوانا ونعمل سياسياً مع الحلفاء ونستعد عسكرياً من أجل طرد الاحتلال وإعادة توحيد كل الجغرافيا السورية والاستعداد للجولان، لمعركة الجولان بصياغها المختلفة، مش بالضرورة هون عم نحكي عن هجوم عسكري حتى حدا ما يأخذ الكلام بغير اتجاهه، لا، وضع قضية الجولان على الطاولة بأشكالها المتعددة، وتحدث بوضوح عن مسؤولية الدولة في تأمين الدعم للمقاومة بالمطلق، مقاومة الاحتلال الأمريكي، الاحتلال التركي، الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال اقتصادياً. إله معنى كبير لما بيوقف رئيس الدولة وبيقول الآن في عنا 3000 مصنع جديد من المصانع الكبرى. يعني سوريا كلها اللي نحن هلأ نعرفها، اللي بيعرفوا سوريا بيعرفوا أن سوريا عندها درجة عالية من الاكتفاء الذاتي الصناعي، يعني الاستهلاكي. ب2000 مصنع عم بيقلنا الرئيس هول الشغالين هي مكتفية، هلأ في 3000 دخلوا مش البناء، قطعوا مراحل، وفي 100,000 منشأة صغيرة ومتوسطة. أنا برأيي هذا هو هاي البنية التحتية للاقتصاد المنتج وللاكتفاء الذاتي، وهاي يعني أننا خلال شهور وسنوات قادمة
نحن على موعد مع سوريا جديدة، مع سوريا تحاكي نموذج ماليزيا ونماذج نمور آسيا التي عرفناها يعني في الثمانينات، عم نحكي عن كوريا وعن غيرها. هذا ما حدا يستهون فيه، هذا بوجود الجمع بين دولة ذكية حية تطور بناها وخدماتها وأنظمتها الإدارية وقوانينها الاستثمارية، وبين قطاع خاص يستجمع مدخراته من الداخل والخارج ليستثمر في الصناعة ويقوي ويطور في الزراعة ويجمع بينهما وفي الطاقات البديلة وفي سواها، يعني في نهضة سورية نحن على أبوابها الآن. وبالتوازي معه أنا كتير بقدر معنى أنه موضوع بناء الدولة ما عطى المكانة، يعني ركز عليه حكى عنه، لكن أنا أقول هذا هو الصحيح. الصحيح عدم أخذ الناس، لأنه الفساد على الفقر، يعني مكافحة الفساد على الفقر ما بتعمل شيء. مكافحة الفساد المجدية هي عندما تكون جزء من خطة نهوض اقتصادي، جزء من خطة بناء، جزء من خطة وفرة. لأنه إذا أنت تارك الفقر وجاي تلاحق الفساد بتتحول لعمل جنائي لا أكثر ولا أقل، وبتصير شغلته وعملته يشلح فلان ليأخذ فلان، وبتبلش حتى المؤسسات التي تقوم بملاحقة الفساد بتخرب. أما لما بيكون مشروع نهضوي كامل بصير مكافحة الفساد هو التتمة الطبيعية، بصير هو جزء من الدورة، بصير هو آلية من آليات النمو وليس آلية من آليات الحساب فقط. وبالتالي بهذا المعنى أقول هذا نموذج، النموذج للدولة المشتبكة، للدولة المشتبكة التي لا تنسى قضاياها تحت شعار البناء. إنه هلا ما نبني طولوا بالكم علينا، هلا مش فاضيين للتركي ولا الأمريكي ولا الإسرائيلي، لنخلص بناء الدولة بنبقى منفضالهم. نموذج الدولة المشتبكة هو غير نموذج المقاومة. الدولة المشتبكة هذا هو نموذج سوريا، الدولة التي تسترد جغرافيتها، تقف عند حقوقها، ترعى المقاومات وتدعمها، وتضع ثقلها من أجل خطط البناء لتوفر لمواطنيها أفضل شروط العيش، أفضل مستويات الخدمات، رغم الحصار، رغم العقوبات. هذا نموذج إيران. سوريا الآن وهي تلملم ما بقي من جغرافيتها، من موقع الاقتدار، من موقع القوة، من موقع التضحيات التي قدمت، من موقع المعادلات التي رسمتها المواجهات الماضية، تستطيع أن تقول الآن التركي بمأزق، الأمريكي بمأزق، الجماعات الكردية هن عليهم أن يختاروا على كل حال، مش الدولة السورية اللي بدها، هي جاهزة لكل الخيارات. وبالتالي هذا النموذج يقدم لنا الآن أنه بدأ في البناء. هذا أنا برأيي أهم شيء. الصين بكرة جاي أو وصل وزير خارجية الصين، وهذا له معنى كبير جدا، وزير خارجية الصين إلى سوريا، أول كبار الزوار الذين يأتون بعد الاستحقاق الرئاسي ومعه رزمة المشاريع. الصين عندما تختار سوريا وروسيا اللي بتجي على لبنان، يعني خلصت بسوريا، يعني بحثت وخلصت مع الدولة السورية نماذج شبيهة بالمشاريع التي حملتها إلى لبنان. ما هي حملت إلى لبنان مصافي نفط، إنه ما حملت على سوريا مصافي نفط. حملت إلى لبنان مشروع المرافق، حملت إلى لبنان معامل الكهرباء. فإذا نحن قدام الآن مشروع تشبيك سوري إيراني روسي صيني للنهوض بالاقتصاد السوري وبالخدمات السورية وبمقدرات الدولة السورية اقتصاديا وعسكريا، خلينا نكون واضحين بالاثنين، وعلى المستويين التصنيعي والاستخدامي. يعني سلاح صيني وسلاح روسي وسلاح إيراني ومصانع سلاح روسية وصينية وإيرانية، هاي سوريا المستقبل. هاي سوريا المستقبل هي السند للمقاومة، هي التي تحمي المقاومات، هي التي تشكل مستودع أسلحتها وظهيرها وسندها وقوة حمايتها. وليس مطلوبا من سوريا أن تكون أكثر من ذلك، بل أنا بروح لأكثر من هيك. أنا بقول لا ينقص شيئاً لا للمقاومة اللبنانية ولا للمقاومة الفلسطينية ولا المقاومة السورية من أن تتحمل هي على عاتقها مسؤولية معركة الجولان بوجود دولة مثل هذه الدولة وقائد مثل هذا القائد وجيش مثل هذا الجيش في سوريا بقلب المعركة الشاملة. بلبنان النموذج مختلف، حتى هذا النموذج السوري، وهذا ما أستطيع أن أقول أن خطاب الرئيس الأسد، خطاب القسم اللي هي مناسبة دستورية فاصلة بين ولايتين، بتشكل فرصة لكشف حساب
على الماضي، كشف حساب الماضي هو استخلاص العبر، وأهم عبرة هي الهوية والقضية. فتح حساب المستقبل، خطة العمل، خطة العمل هي استرداد ما هو تحت الاحتلال وإعادة بناء الاقتصاد، آخذين في الاعتبار لن نساوم، لن نقدم تنازلات، فليستمروا بالعقاب والحصول بالعقوبات والحصار وسواها، نحن بدأنا البناء، الورشة انطلقت. وما لم يقل عن الورشة التي انطلقت، بس الأرقام أنا بعتقد تعمدها الرئيس الأسد لتكون إشارات، لكن ما لم يقل عن العلاقة مع روسيا، مع إيران، وإن صارت مع الصين، المشاريع المستقبلية الكبرى اللي على الطاولة، ومهم كثير أنه نشوف، أنه أنا يثلج صدري عندما أسمع أن الاستثمار الصيني سيكون في الطاقة البديلة، أنه مش رايحين على المازوت وعلى الغاز وعلى سواء، رايحين على الطاقة الشمسية. وطبعا مهم نعرف أنه زمانه حسن كامل الصباح الله يرحمه، هذا المخترع اللبناني اللي أول من وضع علامات استخدام الطاقة الشمسية وقتل لهذا على كل حال، هو في الولايات المتحدة الأمريكية، رشح منطقتين في البلاد العربية لكفاية العالم العربي كله من إنتاج الطاقة الكهربائية، البادية السورية والربع الخالي، أنه هون فقط يكفي استثمارهما من أجل تجميع الطاقة الشمسية. هذا عدا عن أنه في مناطق لطاقة الرياح، وسوريا موجودة على البحر أيضا في الطاقة المتولدة من الأمواج في كثير من مصادر الطاقة البديلة، لكن الطاقة الشمسية في البادية السورية وحدها كافية، وهلأ الدراسات الصينية عم تحكي عن 20,000 ميجا بشأف من البادية السورية، وممكن أن إذا حولت بكاملها إلى خلية شمسية ضخمة أن توفر حاجات لبنان وسوريا والعراق والأردن، وبالتالي تشكل هي قاعدة انطلاق. لما بنحكي طاقة شمسية صرنا عم نحكي عن كلفة النقل وكلفة الصيانة، لأنه كلفة الإنتاج تدفع لمرة واحدة في إنشاء المحطات، وبالتالي هذا له علاقة ببعد فهم الاستثمار المجدي وحسن توظيف الموارد ورؤية المستقبل لعشرين وثلاثين وأربعين سنة قادمة. بلبنان المقاومة تخوض تجربة مختلفة، والتجربة المختلفة في لبنان ناتجة عن الظروف المختلفة مش اختيارية. المقاومة ولدت في رحم احتلال، يعني فاءت المقاومة والبلد تحت الاحتلال، وهي بدأت مقاومة قبل أن تصبح حزبا، واللي بيعرف تاريخ التجربة بيعرف أنه حزب الله ولد من تلاقي مجموعات مقاومة متفرقة جمعتها حالة المقاومة وشعورها بالحاجة لقيادة مركزية تتجاوز مجرد التنسيق العسكري. هني أول اتفاق صار بيناتهم أنه بيعلنوا عملياتهم باسم المقاومة الإسلامية، بس بعد ما بعدين صاروا يتبادلوا خبرات ويتبادلوا ذخيرة يتبادلوا سلاح، ثم وصلوا إلى قناعة بأنه لا يمكن قيادة الحرب والنصر فيها من دون حزب، والحزب هيكلية وموارد وإدارة وضبط وسيطرة وسواها. وبالتالي هذه التجربة التي ولدت في رحم مناخ اسمه الاحتلال، ولدت إلى جانبه أيضا في مناخ بيئة ثقافية عقائدية هي الإسلام. طيب هول عاملين نمت المقاومة فيهن وشكلت هذه القوة العملاقة، وهي الآن فائض القوة الأهم والقيمة المضافة الأعلى في المواجهة الدائرة على مساحة المنطقة مع كيان الاحتلال ومع المشروع الأمريكي، يعني مؤدي أعلى مراتب ما يمكن أن يطلب من أي حركة تحرر بفضل هاتين الخصوصيتين. بس هول الخصوصيتين بشكل قيد على إمكانية أن تكون هي الحزب السياسي الذي يتفرغ لعملية النهوض السياسي العابر للطوائف بمشروع دولة مدنية، مشروع دولة لا طائفية. لأنه خلينا نكون صريحين، أولاً اللي بيقولوا ميزان القوى، شو هو ميزان القوى؟ العسكري بيقصده أنه المقاومة بميزان قوى يسمح لها بأن تحسم أمر السلطة في لبنان. أي ميزان قوى بيقصده؟ إذا ميزان القوى العسكري، ميزان القوى العسكري هو أضعف مراتب موازين القوى لما بنحكي عن معادلات داخلية. الأمريكي سيطر على العراق عسكرياً، ليش ما يقدر يبني في دولة؟ مش فقط أنه هو ما بده، لا هو كان يتمنى. هلأ أفغانستان، لأن عملية بناء الدولة ترتبط بالنسيج الاجتماعي. شو هو النسيج الاجتماعي بلبنان؟ قبل ما نحكي على بس الطوائف والتحالفات، أنا بدي أحكي شوية أسئلة بس لبعض المتسرعين لإصدار أحكام. تعالوا نحكي
شو عندها المقاومة من بيئتها، مش بس الطائفية، المؤيدة المساندة، شو حجمها بالصناعة بلبنان مثلا؟ مش صفر، يمكن 1%. شو حجمها بالجامعات؟ مش هو المجتمع؟ مش هو الركائز؟ شو حجمها بالنقابات المهنية؟ شو يعني المحامين المهندسين الأطباء؟ عندها أطباء وعندها محامين وعندها مهندسين، بس شو حجمهم من قلب اللعبة الكبرى بلبنان؟ المقاومة في كل العناوين التي تتشكل منها ما يمكن تسميته بالحياة الاجتماعية نسبتها لا تتجاوز 10% بكل وحدة منهم. بالمصارف صفر، صفر. بالصناعة 4-5% ممكن. بالجامعات يعني إذا قلنا 10% بنكون مبالغين. بالنقابات 10% بنكون عظيم. بهذه الأقلية لا يمكن أن تحكم بلد. بالتالي المقاومة كمشروع، كخيار، كثقافة، كحالة عابرة للطوائف بينها وبين أن تصبح أغلبية اجتماعية مسار طويل. بيجي حدا بيقول لك بس حلفة هي وأمل، وحلفة هي والتيار الوطني الحر. أنا عم بحكي مقاومة، عم أقول كم من التيار الوطني الحر المؤمنين بالمقاومة عم بحسبهم مع هون مع المقاومة. باقي التيار الوطني الحر المؤمنين بأنه هني حالة مسيحية، وباقي أمل اللي بيعتبروا حالهم حالة شيعية، هم خصهم بالمقاومة. هولي بقلب التيار الوطني الحر تحت شعار بدنا الدور المسيحي بالدولة. وهلأ كل المعركة اللي صارت حول تشكيل الحكومة، نحن نشرف أكيد وننزه الرئيس عون عن كل الخصال السيئة للرئيس الحريري، هذا صحيح. منه تابع ومنه عميل ومنه مجرم ومنه سارق ومنه فاسد كله صح، لكن العماد عون اشتبك مع الرئيس الحريري مش على هذه العناوين، وتحالف مع الرئيس الحريري مش على هذه العناوين، اشتبك واتفق على عنوان صلاحيات ودور زعيم السنة مع صلاحيات ودور زعيم الموارنة. والآن الخلاف هذا أساسه مش شيء تاني. وبالتالي إذا عم نحكي عن شو إلهم المسيحيين بالمصانع وبالجامعات، هو ما خص المقاومة فيهم، وشو إلهم الشيعة بالمصانع وبالمصارف وبالجامعات وبالهذا، ما خص المقاومة فيهم. هول باللعبة الطائفية. اللعبة الطائفية في لبنان التي تستولي على الدولة وتستولي على الحياة العامة بكل عناوينها، بمفاصلها، بأمنها، باقتصادها، بمصارفها، بمصانعها، المقاومة أقلية فيها وأقلية ضئيلة جدا. هاي الحقيقة. بقاع المجتمع يعني بطبقاته الدنيا المسحوقة بتصير المقاومة هي فقراء الشيعة، هذا واقع. وبالتالي الحديث عن ميزان قوى اجتماعي سياسي يؤهل المقاومة لاستلام السلطة في لبنان هو خرافة، يقصد منه فقط النيل من المقاومة باتهامها بأنها تتخلى عما تستطيع فعله لأنها تريد أن تقايض حماية سلاحها بحماية الفساد. وهذه كذبة كبيرة، لم تقايض المقاومة يوما حماية السلاح بحماية الفساد، ولا مرة عملت مقايضة. المقاومة كانت تعمل حساباتها ميزان القوى. أنا بدي أسألكم سؤال، إذا سمحت السيد ما اقتنع بلحظة، ما عندي جواب على السؤال، بس بدي أقول على هالشقفة من السؤال اللي هو أنه إذا ما اقتنع بلحظة ما أن تثبيت سعر الصرف كان وهمياً وأنه ذهب إلى انهيار، كان في ميزان قوى اجتماعي بالرأي العام، انسوا القيادات، القيادات كلها ضد وكلها مستفيدة وكلها شريكي بلا استثناء بشيعتها ومسيحيها قبل السنة والدروز، بس الشعب اللبناني كان بيقبل حكي بالمساس بجمهور حزب الله قبل غيره، بالمساس بسعر الصرف انه هذا لحس مبرد ياخذ لبنان الى الانهيار. ما الشعب اللبناني كان شريك ومبسوط وعم يتدين ويتزين، واللي بيقبض 1.5 مليون مبسوط فيه انه 1000 دولار ويا سيد اتركنا عم عايشين، بعد هاي بدك تشلحنا اياها. خلينا نحكي بصراحه الامور، الذي جرى في لبنان إصلاحه وعلاجه ما بيتم بالحديث عن أنه والله في وصفة سحرية موجودة بجيبة السيد بس ما بده يستعملها، لا مش صحيح هذا الحكي. الذهاب إلى دولة لا طائفية بلبنان، أنا شخصياً لا أرى أن موازين القوى مش الآن،
أنا ماني شايف وصفي لبلوغها. ولذلك بالحلقة السابقة حكيت عن أنه بدنا ننطر النموذج السوري وتطور الوضع في العراق ونشوء مركز قوة سوري عراقي لنبلش نتأمل شيء بلبنان، لأنه بلبنان المعادلة السائدة كلما ضعفت الدولة هي تضعف أولاً أمام الطوائف، ويلتجئ الناس أولاً إلى الطوائف بس يفقدوا الأمل من أن الدولة قادرة أن تكون حامل لهم، وبالتالي بتقوى العصبية الطائفية. وبكرة الانتخابات جاي، وبكرة منشوف الانتخابات، إذا مش تيار المستقبل بحسن وضعه بالانتخابات أنا ما بفهم شيء. مش بس ما بيتراجع، بحسن وضعه، والتيار الوطني الحر بحسن وضعه. وإذا في ناس مستقلين نسبياً بقلب لعبة المستقبل بشيلهم وبجيب من هم أكثر متواعية، وتذهب الناس وراءه. ولا ألوم الناس إذا ذهبت، انتبهوا، مش أنا مش لأقول الناس عاطلة، لأن الناس لا ثقة لديها بأن هناك في لبنان دولة تحمي، وبالتالي بالآخر بده يلتحق بجماعته بالعصب اللي بيقدر يضمن أنه بيعمل حراسة للحي لما تجي القبيلة الثانية تغزي عليه. هذا هو الوضع، وهذا موتار الحي، وهذا الكابل اللي بيوزع تلفزيون بالحي، وهذا 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 الدويلات الصغيرة المعشعشة والمنتشرة في كل أنحاء البلاد. وبالتالي مقاربة المقاومة تقوم على قاعدتين. القاعدة الأولى دفاعية، المقاومة لا تبغي إعادة تشكيل السلطة على هواها. المقاومة تستعمل حق فيتو من أجل أن تضمن أفضل الصيغ التي توفر الاستقرار. يعني إذا التيار الوطني الحر بده يحاول يستثمر الأزمة الحكومية لحتى يجيب حدا من زلمه لرئاسة الحكومة اللي بيطمئنوا لهم، اللي بيرتاح لهم، اللي بيقدر يشكل معهم حكومة، ونتيجة هذا ستكون تضييق القاعدة، أنه الرئيس بري ونوابه ما بيروحوا بيعطوا، أنه وليد جملاط ما بيعطي، وبالتالي بيصير على حزب الله وحده أن يقف إلى جانب التيار الوطني الحر ويشكلا معا أقلية قابلة للاستهداف. بيمسكوا عيده للتيار الوطني الحر بيقولوا هاي الأهمة بنمشي فيها. إذا الصيغة المقابلة بسعد الحريري مثل ما كانت، أو بنجيب مئاتي، أو بإكس أو واي أو زد تضمن الاستقرار، هو سيسير فيها، أي تضمن عدم الانجرار للفتنة، عدم الذهاب إلى الفوضى، عدم الذهاب إلى تصادم الشوارع، عدم الذهاب إلى الفراغ، إلى تحلل المؤسسات الأمنية، لأنه هي أعباء بدها تأكل من رصيد المقاومة، بدها تستنزف المقاومة، بدها تحط المقاومة قدام خيار من اثنين. من الآخر، إما أن تضع المقاومة ثقلها ومقدراتها من أجل معالجة المشكلة اللبنانية الداخلية، وهي معالجة مؤقتة وبالصدمة، يعني بدك تضل جاهز لها وحاطط كل مقدراتك بمواجهتها ومستنفر لإلها، وإما معادلة القدس تعادل حربا إقليمية. هو ما بيمشوا سوا. اللي مفكر معادلة القدس حرب إقليمية هي مجرد صواريخ الدقيقة وقت الزوم بيكبس عزر، ما بيعرف شيء بالحرب. المقاومة معادلة القدس حرب إقليمية تعني آلاف الشباب اللي قاعدين بالعمل الاستخباري، وآلاف الشباب اللي قاعدين مستنفرين على جبهات الحدود، وآلاف الشباب اللي عم بيطوروا التصنيع والتخزين والتطوير في مجالات الأسلحة. أنت ما عندك إمكانية، ما عندك إمكانية أن تخوض المعركتين معا. إما أن تخوض معركة تهدئة الداخل مثل اللي عنده، اسألوا أي طبيب شاطر، حدا عم بيواجه سرطان وتورم بالقلب، شو بيعمل الحكيم؟ بيقول له بدنا نهدي السرطان، النيم، نضحك عليه لنتفرغ لورم عضلة القلب، أو العكس، بدنا نهدئ القلب ليتحمل العلاج اللي بدنا نعمله للسرطان. ما في عالج اثنين سوا. وبالتالي المقاومة الآن، نعم، شو الخيارات المتاحة أمامها في مواجهة هذا التعقيد اللبناني؟ في الاحتمالات التالية. الاحتمال الأول أن الغرب غير آبه، طبعا كل المعادلات بتقول لا، الغرب يعني خائف. مجرد ان المقاومه وضعت الخيار الثاني واللي مع بعد ما حكينا عنه، اللي هو ماذا لو حدث الفراغ، ماذا لو لم يتم تشكيل سلطه، ماذا لو لم يبدي هذا الغرب وحلفائه اي استعداد لتقديم الاكسجين اللازم لابقاء لبنان يعني على قيد الحياه، منع الانهيار. في هذه الحاله المقاومه ما لها عذر ان تقول ساعتها، ورغم ذلك لأنه ساعة البلد بده يفع بجة. هل ماذا لو أنهت المقاومة استعداداتها؟ خلص أخذت قرارها وحسمت وخلصت وجاهزة.
جهزت بنزين وجهزت مازوت وجهزت غاز وجهزت فيول وجهزت ادوية وجهزت اغذية وجهزت، وعندها بدها تطلع على راس السطح وتقول اللي مش عاجبه يدق راسه بالحيط. دولة داخل الدولة و600 دولة داخل الدولة. نحن لن نترك شعبنا يجوع دائما. هذا هو الخيار الاحتياطي قبل الوصول لإله. هل وصلناه؟ لا ما وصلنا. هل لا زال يبدو أن هناك يعني منين اجوا ال 900 مليون دولار اللي عم بيقولوا عنهم هلا صندوق النقد؟ قال هول اشتراكات لبنان السابقه، لك كيف بفيقوا علينا؟ بفيقوا علينا انه الامم المتحده ممنوع نصوت لانه علينا كان 20,000 دولار، هلا بيطلع في لنا 900 مليون دولار. هو بما انه نحن دوله هلا عم بتعاني، قالوا اعراف صندوق النقد كرمه وشهامته بتقول لما بتبلش دول بمعاناه بجمع لها شو دافع اشتراكات وبقول لها اتفضلي. انه 900 مليون دولار خارج التفاوض، هو بدون مقابل، لا بدنا منكم شيء، هول اشتراكاتكم اللي كنتوا انتم مسكرينهم راح نعطيكم اياهم. هذا ما بيجي هيك. البنك الدولي انه في قروض انتم ما استعملتوها كمان ب 930 مليون دولار، هول راح نجيركم اياهم من شان معاونه العائلات الاشد فقرا. هذا قرار امريكي بلا لف ودوران لمنع الانهيار. البيانات اللي طلعت بالاتحاد الاوروبي بفرنسا، وزير خارجية، وزير خارجية أمريكا، شو حكيوا؟ سيرة الحريري ما جابوا، ما قالوا أنه نحن نتفهم اعتذار الرئيس الحريري أمام عمليات التعطيل التي تعرض لها بفعل العهد الخاضع لسلطة حزب الله. مش يعني خطاب جماعتهم بلبنان هيك، يعني هني لازم يكون خطاب الأعلى. حزب الله خرب الحكومة، منع تشكيل الحكومة، ضغط على رئيس الجمهورية حتى رفض التوقيع على التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف، وهي تشكيلة متوازنة كما تقول كل القيادات اللبنانية، بيطلع بكركي بيشيد فيها بيطلع، ولا حدا ولا حدا كلمة اسم الحريري ما جابوه دغري على السريع كأنه إكرام الميت دفنه، أنه فورا إلى الاستشارات النيابية وإلى تسمية بديل. هذا دليل على أنه الغرب كله عارف القطبي، عارف أنه موضوع الحريري مش موضوع، موضوع محمد بن سلمان اللي ما انحل واللي تذرع فيه برفع سوية خطاب طائفي ونصب متاريس طائفية شدت له شرعه رح يستثمره وضل يمغط 9 شهور حتى بقي هلأ 6-7 أشهر قبل الانتخابات بيكمل من موقع معارض وبيقوس وبيرشو حجار وهذا ليفوت على الانتخابات من موقع القوة. بالمقابل هن قدام حل من اثنين، إما بيعملوا حل الحد الأدنى لحكومة بغض النظر من رئيسها، عندك من نجيب مئاتي لفيصل كرامي، يعني حسب إذا الحرم الطائفي منع نجيب مئاتي بسبب التداخل والتشابك بالقواعد الطائفية مع سعد الحريري، فيصل كرامي إذا تم يعني تقديم التسهيلات له خارجيا أنه حكومة برئاسة فيصل كرامي أو برئاسة عبد الرحيم مراد أو برئاسة كثير من الأسماء، ممكن عبد الرحمن البزري، هذا تنعطى الحد اللي مقرر أنه ينعطى من هون للانتخابات وتشرف على الانتخابات. إما هذا خيار وساعتها بتروح الناس بتسمي وتروح وبتعطي، وساعتها في إمكانية يجيب 70 و75 صوت الاسم المرشح، لأنه هون عم نحكي عن حزب الله، عن التيار الوطني الحر، عن أمل، عن الاشتراكي اللي مبين وليد جملاط أول واحد سفقه للحريري، أنه شو عدت تضيع وقت 9 شهور فينا وبالآخر هيك يعني ما طلع من أمرك شيء. تيار المردة، اللقاء التشاوري، المجموع 72 صوت. طيب وبالتالي بتجي حكومة بتقدر تقود هذه الأشهر وتستفيد من هذه. عن شو عم نحكي؟ كل الأطراف بما فيهم اللي بيقولوا لحزب الله أنه أنت لازم تحسم. تحسم بوجه مين؟ تحسم بوجه بري بالتحديد. من أجل ماذا؟ الوصفة اللي عم بيقدموها شو هي؟ حكومة تذهب إلى صندوق النقد، هذا هو الحل بلبنان؟ أنا استحليت حدا منهم، حتى التيار الوطني الحر ليش هلا شو مشروعه؟ أعلى الأصوات اللي عم بتقول حزب الله ما ساعدنا، بوجه الفساد اللي بيمثلوا بري، هذا خطابهم. شايف ماذا تريدون للحكومة؟ المبادرة الفرنسية. نحن عم هني الحريري عم يتقاتلوا مين أخلص للمبادرة الفرنسية. شو هي المبادرة الفرنسية؟ اذهبوا إلى صندوق النقد. هلأ أصلا ليش نقتال على حكومة؟ ليش فرطت حكومة تصريف الأعمال؟ أنا رح لكم بالآخر كمان، إذا في حدا يجرؤ، وأنا أتحدى أنه يكون في حدا يجرؤ أن يترأس حكومة من الشخصيات المتداولة والتي ترشحها الأطراف الكبرى
على توقيع قرارات بحجم استثمار صيني وتعاقد مع الروس، يا اخي عفيناكم من استيراد البنزين والمازوت بالليرة اللبنانية. والعقوبات لن تكون على الحكومة ولا على الدولة ولا على الاقتصاد، على الفرد. بدأ رئيس حكومة استشهادي يقول أنا مش فارقة معي، عاقبوني، بدي ينقذ بلدي. الرئيس حسان دياب مستعد؟ أنا بقول لا مش مستعد، لا مش مستعد، وطني ونظيف وكل شيء، بس بالآخر معركة بهذا الحجم بقول لك أنا ما أجيت على الأساس ولا جاهز لحتى أوصل أختم حياتي السياسية والشخصية والبيتية والعائلية، أولادي بأمريكا أني مش قادر أروح شوف. طيب هذا هو الوضع، حتى ما نضحك على حالنا. تيار الوطني الحر جاهز بحكومة تأخذ هذه القرارات؟ لا. حركة أمل جاهزة؟ لا. فإذا إلقاء اللوم على المقاومة لتستعمل من أجل تفكيك وحدة الجبهة التي تشكل غالبية عندما يكون الأمر سلاح المقاومة، بس ما له غالبية سياسية داخلية، بس تصير قصص الطوائف ما في غالبية سياسية بلبنان على الإطلاق. بصير حزب الله شرطي سير وطفيت حريق بين حلفائه، لأنه بلعبة الطوائف الكل مستنفر والكل متساوي والكل متعادل. لكن كلهم الآن، هاي كلمة كلهم يعني كلهم اللي بتنقال بموضوع صندوق النقد ما عدا حزب الله، كلهم يعني كلهم. حزب الله مشروع واضح، التوجه شرقا بدءا من البنزين والمازوت والفيول الإيراني بالليرة اللبنانية. طيب مين بيوقف معه؟ هلأ وزير الطاقة محسوب على التيار الوطني الحر يجرؤ؟ طلعت إشاعة بسبب سوء ترجمة لتويت تغريدي عن السفارة الإيرانية بلبنان اللي بتقول فيه، نسي المترجم يحط كلمة إنا اللي بالفارسية ما بتورد لما تكون بداية الجملة، إن وصول الناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت بغنى عن نصائح وتدخلات ومواعظ السفيرة الأمريكية. طارت إن صارت وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت بغنى، وقامت الأيام واصل النائلات، لا مش واصل النائلات. طلع وزير الطاقة ينفي نفيا قطعيا أنه لما أوعها ما في شيء منه أبدا، ولن نسمح ولن نقبل، وغير وارد على الإطلاق. فهذا محسوب علينا، هذا بحكومة الرئيس حسان دياب ومسميه التيار الوطني الحر، وهو اللي هلأ عم يعمل الاتفاق مع العراق. الاتفاق مع العراق بيركب لأنه الأمريكان مش مانعين، أما حيث الأمر يرتب عقوبات أمريكية نبقى منواجه بعض إذا في حدا يحمل هذه الجرأة ومستعد لهذا. بالمناسبة أنا مبلش من العقوبات الأمريكية من 2007، يعني قطعا لدابر التساؤل. أنا بدي أقول في النهاية، إذن المقاومة تبدأ من مشروع اسمه إدارة التوازنات منعا الانفجار والانهيار حتى يصل إلى حافة الهاوية فبدائلها قائمة وقادمة. بين هذين ما حدا إلا للمقاومة بدك تعملي تغيير. هلأ هالنموذجين، النموذج السوري والنموذج اللبناني، رح يوصلونا لنتيجة، رح يوصلونا إلى مقاربة تشكل هي الخلاصة الأمثل. أنا سلفاً بقول أنه هذا التكامل بين هذين النموذجين هو الذي صنع مصادر القوة في معادلة المنطقة. لو لم تكن هناك دولة في سوريا لكانت كلفة نصر المقاومة أعلى بكثير، ولو لم تكن هناك مقاومة متحررة من معادلات السلطة في لبنان لكانت كلفة النصر في سوريا أعلى بكثير. أختم بهذه المعادلة، وسلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا. دقائق ونعود إلى الحوار.